جميل. موضوع اخر رسائل كثير من الحبل هو موضوع ليكيبمون تاع النادي الافريقي وليجيا، موضوع البوتيك سي اللي برشا ناس يعني قالوا هذه البوتيك اللي فارغه، هذه يعني الكلمه اللي نستعملها، وقالوا زاد كانت ناس تخدم فيها كيما سي فيصل ميكس محمد علي بالعيد اللي هما مشاو زاد ذكرناهمش قبيله. وكانت واضح لنا الحكايه هذه نتاع دابور ليجيا كيفاش انه يعني نادي افريقي صح عقد وما فماش برودوي ليجيا، وكيفاش البوتيك يعني وصلت للحاله هذه. نبداو على سي فيصل المليك وسي محمد علي. سي محمد علي هو عمل الكونسيبسيون تاع الملعب الجديد تاع بيمنة الافريقي، لي موديل هذوك مشكور عليهم، دونك لقاو نجاح كبير والناس الكل يعني عجبهم المريول، الناس الكل تحب تشري المريول سواء الازرق سواء المريول تاع الكاس افريقيا سواء المريول اللي نربي بيه السيركلين تاعنا هذاك بالنسبه للشامبيونات. دونك ظهرلو باش يمشي، دونك تنجمش تمنعو على خاطر كان عنده فرد نفس الفكره مع فيصل، يحبوا يعملوا اون مارك اسمها سيا، اللي انا ما دخلتش المخي. اون مارك سيا، تصور انت فريق الاكابر تاع النادي الافريقي يلعب في كاس افريقيا ولا يلعب في البطوله التونسيه، ماركه لهنا مكتوب فيها سيا، يعني جمعيات الكل تلعب بالاديداس اكيبمون ولا بالنايك ولا ليجيا ولا جيفوفا ولا العديد الماركات، النادي الافريقي عنده ماركه سيا. ماركة سيا ممكن تمشي كونسيبت لهنا في تونس، اما مش الجمعيه باش تلبس ماركه اسمها النادي الافريقي، هذه انا ما نجمش تدخل المخي. هذا الاختلاف والاشكال اللي بدا تقريبا من شهر جوي اللي فات، دونك وهذا كله وخرنا يعني المرحله كبيره ياسر. صح انا ماني جا كونترا باش يبدا يلبس من السيكسيون الكل كونفوندو، يعني من الكبار للصغار وللبوتيك. في العقد مع ليجيا ثم 25000 يورو اللي هي ليكيفالون تاع 50000 دينار. الامور تجاوزتنا وخرجت، ثم ناس كانت فرحانه بليجيا ناس مش فرحانه، دونك تاخرت الامور الى حد اللي وصلنا ناخذوا من عند ليجيا في البارتيات الاخرى تاع كاس افريقيا، ونحن ما قمناش بالواجب تاعنا نحو الفورنيسور تاعنا اللي هو تعاقدنا معاه اللي هو ليجيا وفي ايطاليا على 25000 يورو. دونك تطورت الامور بالنسبه للكيبون بالنسبه للبوتيك. اذا كان انت في السينيور في الفروع بدي تلقى في المشاكل، دونك البوتيك كان تخدم بديادورا، دونك ونحن اليوم عادش عندنا الحق باش نبيعو بديادورا في البوتيك نتاعنا. قمت بالواجب، خلصنا ليجيا، كونتونير خلطت من ايطاليا، جميع الفروع خذاو ليكيبمون والساك نتاعهم، كل شيء وصل لتونس، وبارتي منهم كبيرة ياسر تخدم سو ليسونس يعني في تونس، والبوتيك نتاعهم بدا يعمل في الاميناجمون نتاعها، وجابوا السلعة نتاعها، وتنجم تمشي تزور رحت مغازة النادي الافريقي في الحديقة تلقى كل شيء اليوم ولا موجود فيها. دونك هذا كل واحد عنده رأي، وكي نطولوا في الآراء نتاعنا يولي اختلاف، ومن الاختلاف هذاك شكون يخسر؟ نحن خسرنا الوقت وخسرنا الفلوس. خاطر الواحد المليون الحوايج تاع النادي الافريقي مطلوبين بصفه كبيره لهنا في تونس. دونك ان شاء الله نتزاوجوا هذايا الروتار كله اللي صار. وموضوع ثاني، يقولوا لرئيس النادي في كونفيرونس دو بريس قال المريول يكلف النادي الافريقي 14 ولا 16000 دينار وباش نبيعوه بسعر به. المريول اللي خلطوا للبوتيك كميه قليله ياسر، هذوما تاع الاشهر الاخرين الكل. دونك الناس لقات بالصالح يقول لك عندي دوموند كبيره، دونك باعوه بالسوم القديمه اللي كانوا يخدموا به تاع ديادورا اللي هو 38 دينار شكرا ولا 36 دينار. حتى تجي الواد كلمتهم المسؤولين قلت لهم وصلت لكم السلعه توا، دونك نقصوا من الضغط ونرجعوا وين كنا. السوم اللي عملنا عليه نحاولوا نرجعوا له، النادي يربح وجماهير النادي الافريقي تربح في المريول. هذاك هو الموضوع نتاعنا الاصلي اللي كي قلنا يكلفنا ما بين 14 16 دينار، وصل يتباع ب 38 عنا، هو في الشارع يتباع اغلى راهو اليوم. ثم ناس خذيته وتعاود تبيع فيه، خاطر يجي اليوم للبوتيك ما يشريش في مريول، يكمل بال 50 وبال 100 وبال 60 وبال 70، دونك ولا منها افير. دونك نحن ضمنت لو كاب توا باش ناخذ ديما البوتيك معبيه باش نقطعوها السوق السوداء هذه اللي تجي تشري 100 مليون و200 مليون ويهز يعاود يبيعهم في الشارع باش يستنفع بهم ويزيد يربح فيهم، دونك تربح فيهم النادي الافريقي قبل ما يربح فيهم
السمسرة يعني السمسرة في اللاعبين السمسرة في الحوايج تاع الجمعية وين تمشي ممكن تلقى كان سمسار يدور أنا مفهمتش هذه النادي الإفريقي بالذات ما نعرفش لازمنا نعملوا سيكوريتي ركبوا دي كاميرا نسكروا البارك نتاعنا نلقاو حل لروحنا على خاطر الشيء اللي عشته في حياتي ما عشتوش ما تلقى كان شكون يحب ينحي حاجة للنادي الإفريقي واللي يعطيه النادي الإفريقي يعني فئة قليلة قليلة أما اللي يحبوا ياخذوا النادي الإفريقي شيء مهول. بس جميل توا موضوع آخر زاد مهم وربما المواضيع كل مهمة في النادي الإفريقي هي لا كوميونيكاسيون في النادي الإفريقي. نعرف النادي الإفريقي عنده سيت أوفيسيال نتاعه وسيرفيس اس ام اس عنده لاتاشي دو بريس عنده الناطق الرسمي على ذكر الناطق الرسمي يعني برشا ناس تقول لك الناطق الرسمي ما عادش نسمعوا فيه ما عادش يتكلم برشا أعضاء من الهيئة المديرة ربما كل واحد يتكلم وساعات فما تعارض بين الكلام نتاعهم. برشا ناس تقول زاد سي جمال عنده ناطق الرسمي نتاعو اللي هي يعني صحفية معروفة وديما تكتب على اخبار النادي الافريقي في تونس يعني فما اللاعبين ساعات يتكلموا ربما زاد كيف كيف يعني نعرف اللي نورمالمون فما شرط نتاع كومونيكاسيون اللاعبين يتكلموا من غير ما ياخذوا الاذن من الجمعية يعني الكومونيكاسيون في حالة في النادي الافريقي اش تنجم تقولنا قلت لكم المسؤولين على الكوميونيكاسيون هم مش قاعدين يقوموا بالواجب تاعهم من الناطق الرسمي هذول زاد كيف كيف عنده برشا دوسيات تاع خدمه برا الى ديكونيكتي من الكلوب افريكان وسيروح اللي هو الناطق الرسمي تاع الجمعيه اذا كان الناس ما تتابعش الكوتيديان دونك هذا شيء يعني مش معقول صحيح الانفورماسيون قاعده تخرج من جهات الكل ومش قاعده تخرج من النادي دونك اذا كان اخبار النادي الافريقي وتعرف النادي الافريقي اكبر جمعيه في تونس اللي الجرائد متمتعة بها كان جاي بعتيهم فينا في 5% ولا 3% رانا أمورنا به خاطر تشوف أنت تحل جريدة الأولى الثانية الثالثة ما هيش نفس الأخبار الأخبار متناقضة دونك نقولوا يعني أعضاء الهيئة المديرة قليل ساعة اليوم قاعدين نتكلموا دونك بالنسبة للاعبين تانا كيف كيف خاطر ثم قانون داخلي مش مسموح إلا ما يأخذوا الإذن باش يتكلموا دونك نوصلوا نحكيوا على اللاعبين اللاعبين ما شفتش أنا اللاعبين تانا برشا يتكلموا في جرائد ولا حاجة دونك هذا في باليش بيه اعضاء الهيئه المديره يشاوروا ساعات دونك يتكلموا ثم مواصل مزالي ساعات يتكلم على موزايك ثم هشام الذيب ثم ما همش اصل اسئله هما يعني اللي يبشروا في الامور يعطيوا الاخبار ولا نائب الرئيس ولا واحد الرئيس تاع النادي يعني في شخصي انا جي فيت دو بارلي ما نحكي كان كي ثم حاجه صحيحه ما نحكي كان ثم اشكال ثم موضوع هذه تلافز والجرائد واحد مد الوجه من الصباح لليل ما جيناش للنادي الافريقي باش نعملوا سياسه ما عندناش طموح سياسي ما عندناش حاجه جينا للنادي الافريقي ممكن باش تعطينا فلوس ولا تعطينا شهريه ولا باش نرتقيوا في سمعتنا دونك جينا حب في النادي الافريقي جينا نهار 25 فيفري في دو كانديدا في الجلسه العامه قدمنا ترشح نتاعنا جمهور النادي الافريقي هو اللي ينتخب واختار رئيسه دونك الفترة هذه تاع 8 شهور ولا 9 شهور خدمة قلت لك اليوم الهوند الأولى باسكيت الأولى الفوتة دو بوان ولعبين فينال كاس افريقيا واذا كان ماناش فرحانين هذولي من توا اللي بالبين بالمكشوف اللي كيتبعد الناس اللي تضر في النادي وتستقطع النادي وتسرق في النادي تقولي انت ماكش به والناس تعمل في حملة انتخابية سابقة الى اوانها اليوم هذا الشيء اللي نشعر به وننحسوا فيه نحن نقولوا لهم نهنيوهم لخيان هذوما دونك اللي ما همش فرحانين اليوم ما عندنا نحن حتى مشكل جينا نخدموا في النادي بحب وبصدق وسكرنا برشا بيبان وما خلينا حتى حد يأذي النادي الافريقي ولا يهز اي حاجه من الجمعيه دونك شيء هذا اليوم مش مسموح به ناس تعودت 10 سنين 15 سنين دز الباب ادخل النادي الافريقي يقول لك دارنا من حق مش يقول لك دارنا دونك انا شيء هذا ما نسمحش به انا نوعدهم الناس هذوما اللي كونوا تنتهي البطوله وعندنا فريق به بالنسبه للاكابر خاطر دونك لو بلوز امبورطون اليوم اللي ولف الفريق اللي نعيش فيه هو فريق الاكابر مش مشكل يعني شبان ولا الهوند ولا الباسكيت ولا الناتاسيون انا عمري ما نحكيو عليها بريسك يعني دونك نسينا يعني نحبوا نهمشوا لي سيكسيون تاعنا الفريق راه اومني سبور ماهوش فوتبول بركه سينيور نتاعو تبعوا الباركور تاع سيديور وشوفوا خويا التاريخ اعطيني التاريخ انا وين كنا وين وصلنا واعطيني اللي صار قبل وشو من القاب والله كان جات تهاطل علينا بالدوبلي وبالكوادري بلاي كل عام قال لك صحيح رانا اخطأنا في حق النادي
دونك هذه هي الشانس اللي توا الناس تلوم وتتكلم، احنا مازلنا ما خديناهاش. امانه نوعدهم اللي ثم جلسه عامه انتخابيه بعد ما تنتهي البطوله، ومانيش في قدم الترشح نتاعي، لا انا لا نائب الرئيس والاعضاء الهيئه هذوما اللي مقلقينهم، يخليوا المكان ونقولوا لهم الحمله اللي تعملوا فيها راهو زايده، حضروا رئيس، حضروا مكتب، عندكم الوقت الكافي من هنا لجوان جويه ديبي جويه جلسه عامه وتفضلوا خويا. اما خلي هيك نوعدهم، نوعدهم اللي يخلي هنا لبس عليها، لبس عليها، كيقول لبس عليها يعني ماديا ومن جميع النواحي. اليوم الرصد البشري الموجود في ليكيب سينيور لبس عليه، الهوند لبس عليها، والباسكت لبس عليها اي كومبريز دو ناتاسيون. دونك اللي باش يدخل باش يلقى انفستيسمون اللي هو ساعة نقول انفستيسمون كبير اللي هو باتريك ليفيك، باش يلقاو سونتر يخدم، سونتر يخدم ورستوران يخدم، ويلقاو الترانات كامله، ويلقاو البارك بوجهه نظر جديده. دونك يتفضلوا وان شاء الله الناس هذه تحافظ عليه. انا ذاك شنو الطلب الوحيد، نحن باش نمشيو مانيش قاعدين، دونك نحبوا الجمعيه اتر سوبورتير دو كلوب افريكان ميو كو اتر بريزيدون. خاطر انا بارفوا جو مي كومبورت كوم سوبورتير، انا كان نتفرج في الماتش ساعات جو ديفي شويه وبعد نحاول نصلح روحي في وقتها pour mon comportement pour le رئيس النادي، دونك ما تجيش منك انت فهمني سوبورتير في بلاصتك. نقعد ندعم في الجمعيه ونعاون الجمعيه ونقف معها لاخر حياتي. هذا كله راه حب في النادي الافريقي وحب في حد شيء. انت شوف 25 فيفري شكون كان ينجم يقدم الترشح نتاعو لرئاسه النادي الافريقي؟ كان جاء انسان يعني مش حبه كله في النادي الافريقي في الظروف اللي مر بها لبلادنا، ظروف صعيبه، ظروف صعيبه، الناس ماهيش حاسه بشيء هذا اللي ظروف صعيبه. ثم يعني لا مداخيل لا من البلديات لا من الولايات لا من الوزارات، فماش شيء هذا. اليوم عمل على ذراعك وانا عملت على روحي، عملت على روحي وعملت على اصحابي وعملت الناس المقربه لينا واعضاء الهيئه نتاعي اللي ناس مسيبه برواتها وديارها وتخدم من الصباح للليل. شوف انت اليوم قل لأي واحد تحب تجي تخدم في أي جمعية رياضية يقول لك لا يترك مهبول، مش وقت، مش وقت تاع كورة. اليوم أنت شوف البلاد 10 ملايين ولينا نفهموا في السياسة اليوم، وقبل كنا 10 ملايين في الكورة، ممكن 10 ملايين تاع الكورة زادوا قوة اليوم سورتو في النادي الأفريقي. دونك إذا كان الجمهور يولي يحب ينتدب لاعب ويحب يهبط التشكيل ويحب يبدل التكنيك، وعلاش ما لعبناش 4 4 2 وعلاش ما لعبناش 5 3 2 دونك شيء راهو ما يجيش ما يصيرش. علاش جايبين مدرب بك الحسبة؟ علاش خلصوا في ستاف تكنيك؟ علاش قاعدين نصرفوا في الامور هذه كلها؟ شيء مش معقول، شيء مش معقول. ما همش قاعدين الناس تخلي النادي الافريقي كالقفزه تاعو باش يطلع بها قال تزيري يقلع الفوق. عيب 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 بعض الناس الشيء اللي يعملوا فيه. vous aurez votre chance préparez-vous à gérer. هذاك شنو نقول لهم؟ حضروا رواحكم للمستقبل باش تسيروا كما جينا نحن سيرنا وجاوا اللي قبلنا سيروا. اسونسييل كي تمشي تخلي كان البسمه وتخلي العمل تاعك هو اللي يحكم عليك. ما تنجمش تقيم عمل تاع شخص ولا تاع مجموعه، خاطر هي مجموعه مش عمل تاع شخص، هي هيئه تنشط. ثم رجال خفاء اللي ما تسمعوش بهم ما تشوفوهمش، اللي الناس تصفر قبلك في الافريق تمشي تحضر تحضر باش كنت كي توصل توصل في كامل اريحيه من السيكوريتي تاع جواراتك اللي كنت اللي باش طيب لك اللي باش راهو الافريق راهي سي با لا تونيزي تخرج من هنا وتحوس تلقى روحك في الحمامات ولا في سوسه ولا في مستير. دونك سي سي ان مون ديفيرون. كان الناس هذيا مش فرحانه، ثمانيه طيارات خاصه والمرتبة الثانية نسميها في كاس افريقيا اليوم هكا ولا ولولا هون ولولا باسكيت ولي جون تاعك قاعدين يقدموا وينشطوا قاعدين يكونوا لك في جوارات المستقبل. تحب الانتدابات النادي الافريقي ولا منتدب حتى جوار سنة في ديسمبر صحيح سايب الكسيس في ديسمبر. وجدي الجبيري وينه؟ لعب هو هذا يسمى انتداب في ديسمبر. امير الحاج مسعود يسمى انتداب، النفط انتداب، اسكندر شيخ انتداب، فيكتور البرازيليان انتداب، والبقيه مازال سيدس ربيع الليفي لعبوا هم سته جوارات. ما نادي الافريقي ما انتدب حد في ديسمبر
سايب أليكسيس وستة جوريت هذوما يعني على جبناهم اسكو قيمة ثابتة ماهوش قيمة ثابتة. ها اليوم الاقتصاديين يقول لك باتريك ليفيك وعبد الحق بشيخة وخشيش عاودوا تخشيش ونشكرك على رحت خاطر خشيش عشت ما مرحلة كبيرة في شهر رمضان كان كوتي دو لا بلاك اما اليوم رجع واليوم خشيش بلاستو قاعد يلعب عليه ومن احسن طول اللاعبين اللي عندنا في نادي الافريقي خشيش وطول نشوفوه خشيش ونحكموا عليه. هذايا تقييم عبد الحق ونتاع باتريك ليفيك وحسن الخلصي. سي جميل انت ربما سبقتني في كلمة الختام اما نحب نختم معاك مع داناش كلمة الختام وخاطر ثم وقت يلزمك تعلم ونحن نجمو نواصلوا دونك مع النادي نتاعنا اما ماذا بينا زاد ما نطولوش برشا وخليو ديما البلاصة لغيرهم هذاك شنو نخمم باش الناس هذايا يعني تعمل في حملات يعني سابقة لوينا نقول لهم يعني ارتاحوا حضروا أموركم حضروا رئيسكم حضروا الهيئة نتاعكم تفضلوا. سي جمال كلمة أخيرة علاقة سي جمال مع القدماء رؤساء القدم ربما ما نشوفكوش برشا في بعض الاجتماعات في حضورهم في البارك يعني شنو علاقتك مع رؤساء القدم؟ علاقتي مع رؤساء القدم عندي علاقة طيبة جدا مع سي حمادي بوصبيع بالذات سي حمودة بن عمار وهذوكم اللي كنت نشوف فيهم والله يرحمه شريف بالامين دونك نقول لكم ترزينا فيه خاطر هذوما هما من اصحابي من الاول هذوما الناس اللي كنت يعني ديما نحكي معهم ونقابلهم ونمشي لهم دونك اليوم قعدت سي حمادي وقعدت سي حمودة عندي علاقة طيبة معهم سي حمادي مازال واقف معنا وديما يدعم سي حمودة كيف كيف يطلب ويسأل ماذا بيه زاد ساعات والله يجي يتفرج طبني واحد وقال لي خلينا نجي لونترينمون خلينا نجي نتفرج في ماتشات ماتشات الكبار ماتشات الحاجات دونك كونت اي ديسبونيبل يفو لو فير توجور كا وعندك زاد بون انت جبت الرؤساء سي زاد سي كامل النجم اللي زاد كيف كيف دعمنا وقف معنا وحبه كبير زاد للجمعيه